مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج من الجزائر، والذي يأتيكم لمعالجة ومناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية في الجزائر وخارج الوطن. طبعا موضوع اليوم سنحاول أن نعود ممكن إلى الإعلان الرسمي لانطلاق علامة فيات بالجزائر لإنتاج السيارات، وكان قد تم تسويق 6 موديلات أو 6 علامات لهذه الشركة، شركة فيات بالجزائر. كان ذلك يوم الأحد الماضي، كان هناك أيضا الإعلان عن أسعار هذه السيارات. أيضا سنحاول أن نتحدث على هذه الأسعار، سنعلق على الأسعار التي طبعا أعلنت عنها هذه الشركة، شركة فيات. سنتحدث أيضا عن موضوع السيارات بصفة عامة. في الأخير ممكن أن نعود إلى إعلان أو مجلس الوزراء الذي انعقد أمس بإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتضمن العديد من النقاط والمحاور الأساسية سنحاول أن نناقشها رفقة ضيوفي السيد مراد سعدي، مدير موقع كارفيزيون مختص بالسيارات. مرحبا سيد مراد. شكرا على الاستضافة. شكرا لك مراد سعدي. أيضا أسعد باستضافة السيد كريم علام وهو إعلامي في الشأن الاقتصادي. مرحبا كريم. ربي ينورك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لكم ضيوفي. إذا ممكن قبل أن نبدأ نقاش اليوم سنقدم تعازينا لعائلة الفقيد، فقيد الصحافة الإعلام في الجزائر، الأستاذ عبد العالي الرزاقي. أستاذ عبد العالي الرزاقي الذي وفته المنية اليوم، طبعا رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. الأستاذ عبد العالي الرزاقي معروف لدى العامة، وهو أستاذ في الإعلام في كلية الإعلام بالجزائر، وأيضا إعلامي معروف على المستوى الوطني، قام أحد قامات الإعلام في الجزائر، رحلنا وطبعا نتمنى له الرحمة، رحمة واسعة إن شاء الله. سيد ممكن كريم علام، تعرف سيد عبد العالي؟ نعم ربي يرحمه إن شاء الله، ونقدم تعازينا العائلة تاعو لكل مقربين إليه، ربي يرحمه إن شاء الله. نعم نعرفه إن شاء الله، ربي يرحمه. أيضا ممكن مراد سعدي تعرف الأستاذ عبد العالي الرزاقي، ومن لا يعرفه؟ كانش لي الشرف يعني باش نتعامل معاه مباشرة، ولكن السمعة تاعو نعرفوها، وإنسان مخلص ربي يرحمه ويوسع عليه ويصبر ماليه إن شاء الله. إن شاء الله. إذن رحمة الله عليه الأستاذ عبد العالي الرزاقي، الذي كما قلنا وفته المنية عن عمر يناهز 74 سنة، طبعا في مستشفى أعتقد بشرقة بعد عملية جراحية قام بها. إذن نبدأ موضوع اليوم، نقاش اليوم حول موضوع كما قلنا إعلان شركة فيات عن موديلاتها التي سيتم تسويقها في الجزائر. أبدأ بسيد مراد سعدي. إذن كما قلنا تم يوم الأحد الإعلان والفصح عن الموديلات التي سيتم تسويقها في الجزائر من العلامة فيات، التي كما سلف يعني قامت بعقد اتفاقية شراكة مع وزارة الصناعة منذ أشهر. وي ولكن الشراكة مع وزارة الصناعة ما تعنيش يعني الـ 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 الاستيراد فقط، يعني المشروع يعني هو المشروع هو الصناعة، ورانا نترقبوا على المشروع هذا ونلاحظوا في على حسب التصريحات اللي كاينه تقدم في المشروع. ولكن المعلومه المفيده هي ان في اوائل ديسمبر ان شاء الله السيارات الاولى المنتوجه ولا المركبه في وهران راح تخرج ان شاء الله من المصنع هذا، وهذا هو المفيد. ونتمناو على حسب التصريحات اللي صرحوها يوم 19 المسؤولين نتاع ستيلونتيس ان هذا المشروع ياخذ بعد كبير. فيه عطاونا بعض الأرقام اللي تسألت عليهم عدة مرات. صحيح. قيمة الاستثمار تقدر ب 200 مليون في أورو في الوهلة الأولى. عدد المناصب الشغل من على 3 سنين يلحقوا 2000 منصب شغل. وهذا يدل باللي المشروع هذا يعني ما نقولش كبير بزاف، ونقول متوسط، احسن من المشاريع اللي عرفناها في الفتره الاخيره. ونظن باللي كاينه ثقه في السوق الجزائري من عند ستيلونتيس، والدوله الجزائريه ثانيك وضعت ثقه في هذا المجمع اللي بصراحه دار مجهود كبير باش يقدم السيارات في الموعد اللي اعلن عليه رئيس الجمهوريه. وهذا ما يخفى لكمش وضع لهم ضغط كبير. صحيح. صار لهم ضغط كبير، لان المعلومات اللي كانت عندي تقول باللي المجمع ستيلونتيس كان مقرر باش يكشف السيارات الاولى في شهر ماي،
ويعني هذا الضغط هذا ما خلاش يعني الامور تمشي كما يلزم، ولكن ايزون ريليفي الديفي وقدموا لنا السيارات كما تمنته الدوله الجزائريه، وهذا يعني شيء مليح. فيما يخص الاسعار، الى سمحت لي على حسب رايي المتواضع، الاسعار هما هذيك هي الحقيقه نتاع الاسعار، ونقدر ما نقول لك باللي يمكن، انا مانيش داخل في مجمع ستيلونتيس، ما درتش دراسات معاهم، ولكن نقدر نتكهن ونقول باللي الناس هادو داروا مجهود باش يعني يعلنوا باسعار على حقيقتهم، وداروا مجهود باش السيارات هذه تكون اللي تقدر تظهر باللي هي غاليه على حسب القدره الشرائيه تاع المواطن الجزائري اللي عنده لا ريفيرونس تاعو ترجع ل 2015 ولا 2016. هذاك الوقت كانت السياره الارخص دير 110 ملايين ولا 90 مليون، صحيح. ولا مانيش شافي، ولكن يعني حسب قيمه الدينار اللي ممكن تراجعت ولكن بين 2015 ولا 2016 و2023 العالم تغير، صحيح. وقعت ممكن نزيدوا نفصلوا في ممكن في الاسعار. سيد مراد السعدي، كنت نذكر انه المشاهدين انه انت من اعلنت عن يعني في هذا البرنامج من الجزائر في قبل هذا التاريخ، قلت أنه راح يكون إعلان شركة فيات في الجزائر استيرادها يوم 19 مايو، وحدث ذلك يوم 19 مايو، يعني 19 مارس. يعني شكرا على هذه المعلومة أولا اللي قدمتها لنا يعني قبل ممكن حدوثها، وهذا ممكن يؤكد مصداقية مصادرك سيد مراد السعدي. شكرا. شكرا لك سيد كريم علام. إذا كما قلنا شركة فيات تدخل الجزائر كبداية 6 موديلات أعلنت عنها الشركة. هناك يعني هذه الموديلات اللي بين سيارات سياحية وأيضا سيارات نفعية. الأسعار أيضا تم الإعلان عنها من خلال هذا اللقاء الذي انعقد يوم الأحد. شركة فيات يعني تتوجه بمنتوجها الذي سيتم تسويقه في هذه الأيام، كيف تعلق أولا كبداية سيد كريم؟ أولا أقول لك أن نزيد نشهد بلي سي مراد، الاخ مراد، انا عرفت من عنده ايفيكتيفون جو كونفيرم بلي هو اللي كان بالاول اللي مد التاريخ تاع 19 مارس، وانا عرفت التاريخ هذا عرفته من عنده. كان هنا في هذا البرنامج. نعم. هذا البرنامج وفي فيسبوك. وحتى في فيسبوك نعم. 19 مارس هذا كان فيه يعني حدث، ولكن معليش ندير قراءة شوية ننتقد شوية، لأن هذا يفرح أكثر الحكومة أكثر من المواطن والمستهلك اللي كان يستناه. لماذا؟ لأن شركة فيات والحكومة وفوا الوعد، يعني الوعد أنهم يكونوا في رونديفو في مارس. نعم. دونك هذا الحدث هو عنده طابع رمزية، سي جوست بو لا سيمبوليك دات أو رونديفو، يعني وفينا بالعهد ورانا هنا. هذه بمثابة بداية، هذا عربون لمشوار. كان فيه ليفينمون يمد يفتح شهيه، ولو انها يعني الحادث هذا عطينا له ضخمنا فيه شويه. لماذا؟ لان سي فري كو وفوا بالعهد انه رئيس الجمهوريه كان قرر، قال لك لازم شهر مارس تبان عمليه فيات. دونك الكميه تاع السيارات اللي دخلت كميه صغيره، دونك هذه سا كونفين بلي سي جوست بور لا سيمبوليك باش نقولوا بلي رانا في لو رونديفو، سي اون بون شوز. انا نفرح باذن الله نهار تبدا عمليه يعني التصنيع اللي هي راهي تمشي في طريقها. وزير الصناعه الحالي الجديد المعين نعم قال الامور راهي تمشي، الامور راهي في ديسمبر، في نهايه العام نوفمبر ديسمبر، هذاك الوقت يولي حدث صح كبير وحدث حقيقي، حدث اللي عنده بعد اقتصادي حقا حقيقة، تما اللي نقدروا نديروا عرس فيما يخص ان ذاك الوقت نقولوا خلاص بدينا في شيء ملموس، وشيء اللي راح اون فا الجيريانيزي لاندستري اوتوموبيل اونتر كيومي. اما لحد الان كاين الناس اللي فرحت لان هذه كي دخلت فيها تفتح امل، كاين الناس اللي شويه غضى الحال باسكو كانوا حاسبين ان السعر يكون اقل، والناس كما قال الاخ مراد، الناس نسات باللي ما راناش في 2012 و2015، 2012 كان دينار واليورو كان ان يورو يدير 102 دينار،
اليوم راهي زاد ب 35% دينار طاح ب 35%. لو كان تحسب هذه السياره بار اكزومبل فيها 500، لو كان نحسبوها بالسعر تاع هذاك الوقت بسعر الصرف تاع هذاك الوقت بالك طيح لك 180 مليون 190 مليون. سي با الكا، البصل وراه غالي صحيح، والناس تقول لك هذه السياره دخلت غاليه. السياره هذه دخلت يعني في وقت وين تعطش في السوق راه كبير، لامارك فيات دخلت وحدها، وما ننساوش هاد لافيات الصغيره اللي قريب ركبتنا كامل فيها، باسكو كامل كنا كامل لي زالجيريان كانوا كونسونتري سور هاد لافيات بالعظمه تاعنا بوسمو تاعنا قريب ركبنا فابيات 500 ركب فيها الفرح تاعنا ان شاء الله. سوف كو لازم نكونوا واقعيين، سي اون فواتور اللي تباعت بزاف في اوروبا، الا باتيو دي ريكور دو فونت En 2019, 3 millions d'unités. C'est la voiture qui est en Europe. Donc, il y a une hâte en Europe. Il y a une hâte en Europe. Il y a une hâte en Europe. Eh bien, voilà, voilà la symbolique. Il y a une hâte en Europe. Donc, il y a une hâte en Europe. C'est juste un arbon. وما دوك لو كان نوليو للسعر، السعر السوق سعر اليوم في 2012 باش جاوبنا للسوق باش كسرنا يعني سوق باش رجعنا سياره في متناول الجميع والاسعار في متناول الجميع، في 2012 جبنا 560 الف وحده سيارات، يعني باش تحكمنا في السوق وفي الاسعار. كان لوفر كانت يعني العرض كان كبير بزاف، اللي سقامت لنا هذاك الوقت 7 مليار دولار اون 2012. دونك اليوم الانسان لازم يستنى كي تخلص السنه وبالك العام الجاي ان شاء الله كي يدخلوا العلامات الاخرى تكون حيويه في السوق، تكون لا كونفيرونس، تكون شي عمليه ماركتينغ لي باش نتمناو الاسعار تزيد تهبط شويه. نعم وضح سيد كريم علام. السيد مراد سعدي، السيد علام تحدث على الاسعار، اسعار هذه السيارات. ممكن هناك نقولوا انقسام في على المستوى المواطن، كاين اللي يعني نقولوا ما عجبتوش الاسعار اللي تم طرحها، وكاين المواطن اللي ممكن تفائل خيرا ايضا منها من قبل هذه الاسعار على انها ممكن ستنخفض مستقبلا بعد دخول كميات ودخول العلامات، ممكن العلامات الاخرى ايضا الى السوق الجزائريه. اولا كيف تعليقك على هذه الاسعار سيد مراد؟ انا الاسعار نشوفها موضوعيه. لماذا؟ لان العالم تغير خمس سنوات الاخرين هادو. اولا لي ماتيير بروميير اون جينيرال اي اون بارتيكولي لي يدخلوا في تصنيع لي كومبوزون اوتوموبيل، لي ماتيير بروميير هادو ارتفع السعر نتاعهم، الانرجي ارتفع السعر، il y a eu la pandémie كوفيد 19 اللي خلى المصنعين يتوقفوا عن النشاط، العرض نقص لان لي فوليوم دو برودكسيون ما قدروش يوفروهم كيما العاده على جال لا بانديمي. يا يو لا كريز تاع لي سيمي كوندكتور كي اون اوسي اونترافي لا ديمارش دو فابريكاسيون دي فيكول على جال لا كريز تاع لي سيمي كوندكتور هادو. وفي الاخير صرات الحرب في اوكرانيا. اللي نعرفوا حنا في اوكرانيا كاين مصانع كثيره لي تاع المناوله، لي فورنيسور، سي دي فورنيسور دو بيس دو بروميير مونت. هاد العوامل الكل خلات السعر نتاع السيارات في العالم ماهيش غير في الجزائر ترتفع. نذكرك برك في واحد العلامه يسموها لوكوست، يقولوها لوكوست. نرجعك لبعض السنوات اللي فاتت شحال كانت تسوى، واليوم شوف شحال راهي تسوى. بلا ما نقول الاسعار، يعني المواطن البسيط يروح الانترنت يشوف هذه العلامه لوكوست يعني الرخيصه شحال كانت تسوى عندها 4 سنين 5 سنين، ويعاود يقارن مع اليوم الاسعار نتاعها، يفهم باللي يعني السعر نتاع السيارات بصفه عامه ارتفع كثير. هذا يعني كان معقوله هذه الاسعار انه تكون بهذا؟ نعم انا كنت نتوقع، ولكن ما كما يقول لك ما قدرتش نونتيسيبي بور دوني دي شيفر باسكو المصداقيه تاعي بالك نغلط ولا نعم في حاجه، مع المصداقيه تاعي راهي في اللعب، ولكن كنت ننتظر هذه الاسعار. يعني انا ما نتفاجئش نزيد نقول لك احسن من هذا في لو سيغمون تاع لي زوتيليتير لي طاريف كي اون ايتي افيشي بار فيات اي سون كويرون vraiment cohérent. Peut-être que dans le véhicule particulier, chouïa, parce que, un véhicule utilitaire, il s'adresse
ان بروفيسيونيل، ان بروفيسيونيل يل كونسون ان انفستيسمون، يستثمر يعني السياره هذيك يشغل بها، فهمتني، تدخل في لي شارج اكسيتيرا. صحيح. ولكن المواطن البسيط اللي يشري سياره للعائله نتاعو، سياره سياحيه، سياره سياحيه سي با لا ميم شوز، يحسلها باللي اموال كبيره، خاصه لان الاجور في الجزائر ضعيفه، الدينار تدهور، يعني كاين عوامل كثيره اللي تخلي القدره الشرائيه نتاع المواطن الجزائري الله غالب بالسكيلي. ونزيدنا نمد حاجه واحده اخرى اللي انا يعني نتفاجئ نحير كيفاش يعني الشعب الجزائري، يعني شوف احنا اكثر من 50% نتاع الاقتصاد نتاعنا تاع المال اللي راهو يسيركيلي في البلاد تاع الدينار العمله الوطنيه راهو انفورمال، راهو كيف يقولوا سوق سوداء. وهذا واش يدير هذا الفينومين هذا؟ ينقص من قيمه الدينار. صحيح. ومن بعد نقولوا علاش السلعه غاليه وعلاش الخضره غاليه وعلاش واش نقول لك؟ يعني انا نتاسف، انا ماذا بيا نشوف كامل الجزائريين يقتنيوا سياره، يقتنيوا مسكن ويعيشوا عيشه كريمه وفي الرفاهيه، ولكن كاين واقع اقتصادي، احنا ما ننتجوش حاجه كبيره، مازالنا متقيدين مع البترول والغاز، مازال ما لحقناش النتائج تاع تصدير للخارج تاع منتوجات اخرى خارج، يعني بدات الدعوه ولكن ما لحقناش دي فوليوم كونسيكون، يعني اوني با ان اكتور ماجور في ليكسبورطاسيون تاع دوتر برودوي اون دور دو بترول اي دو غاز. وهذا الشيء هذا الوضعيه هذه لازم نتفطنوا شويه ونخدموا بلادنا شويه ونبركاو من هذا الانفورمال هذايا اللي يعني يكسر الاقتصاد الوطني. والسيد رئيس الجمهوريه تكلم شحال من خطره على هذا الشيء هذا. اذا الاسعار هذه انا ما فاجاتنيش، نعم، ولكن الاسعار هذه هي بدايه ما يخفالكش باللي اشار لها السي كريم، العدد نتاع السيارات اللي استوردتها ستيلونتيس على جال هذا العرس هذا تاع اللونسمون هذا عدد قليل، راحين يحطوهم في لي شوروم باش عبر التراب الوطني الناس الجزائريين يقدروا يكتشفوا ويقدروا يجوزوا لا كوموند. انا عندي معلومه نعطيها لك ان شاء الله تكون يعني في صواب. في الشهر الجاي افريل راحين يستوردوا 500 سياره، عدد قليل. في شهر ماي يستوردوا 1200، في شهر جوان باش يبدا الاستيراد الحقيقي بربي ان شاء الله في جوان يدخلوا 10000 سياره من هذا العلامه فيات. الور انا بالنسبه ليا شهر افريل وماي رايح المجمع ستيلونتيس يدرس مليح، يعني يكتشف ممكن الاسواق. لا يعرفوا السوق، يعرفوه السوق، ولكن الاسواق تاني تتغير. اذا بين 2017 نهار اللي حبسنا الاستيراد و2023 راهي 6 سنين، كاين عقليات اخرى، كاين اسعار جديده، كاين تكنولوجيا جديده اللي ما كانتش في الجزائر هنا دخلناها الليبريد، ورايحين نروحوا نمشيو للالكتريك بربي ان شاء الله، ولا الهيدروجين سيسري اونكور ميو. على كل حال واش حبيت نقول لك، يعني الشهرين هادو على حساب الفكر نتاعي انا المتواضع نقول بلي المجمع ستيلونتيس راح يدرس مليح طلبات نتاع المستهلك الجزائري، وراح يطور العروض نتاعو، وما تنساش كاين علامات واحدة اخرى رايحه تبدا تدخل. صحيح. وكل هذا راح يروح لصالح المستهلك الجزائري، ونتمنى الاسعار تنزل شويه. نعم، نتمنوا الاسعار تنزل. سيد كريم علام، اذا لما لا نقراها بايجابيه انه الان البدايه بعرض ممكن هذه المنتوجات لشركه فيات، في انتظار ممكن شركات اخرى ايضا التي نالت الاعتماد من قبل وزاره الصناعه وستباشر ايضا نشاطها ممكن خلال ايام. المعلومات الممكن اللي قدمها السيد مراد سعدي على انه راح تدخل ايضا اعداد معتبره ممكن من استيراد هذه السيارات، هل ترى انه لانه الشعب المواطن الجزائري يحب كلش يعني سريعا، يعني يحب السرعه في الأفل، لكن هل ترى انه ممكن عامل الوقت يجب انه المواطن ينتظر قليلا لكي تظهر ايضا ملامح سوق السيارات في الجزائر؟ هي عمليه اقتصاديه فيها العرض والطلب. السعر هذا كي يدخل اليوم فيات تبدا 260 مليون، هذا يعني حقوق تاع الجمارك ولا تيفيا هذو كامل محسوبين.
لانتيري في الفايده في هذه الحكايه في هذه السومه السعر هذا نهار يبدا الانتاج هنا في الجزائر راح نربحوا الجمركه راح نربحوا لو كود لا مين دوف لو كود لينيرجي خاصه ما تنساش السعر يعني ثمن التكلفه تاع الطاقه اللي تدخل في انتاج السياره هو مرتفع جدا كما قالك سي مراد اليا دي زانترون اللي راهم غاليين ثمن تاعهم التهب في العالم يعني فيه التهاب كبير هادو كامل ياثروا على سعر التكلفه تاع السياره هنا في الجزائر لافونتاج اللي عندنا لي زاتو اللي عندنا هي الطاقه واليد العامله ولا سوتريتونس راح تدخل بون اليوم لو بري راهو يبدا ب 260 مليون نهار يبدا الانتاج هنا في الجزائر التصنيع هنا في الجزائر او مينيموم او مينيموم يعني على الاقل ينقص السعر هذا ب 25 الى 30% ابروكسيماتيفمون ديجا تربح الجمركه تربح الطاقه مع تربح الجمركه نعم. ومع دونك الاسعار اليوم تاثير على السوق بهذه الكميه اللي دخلت ولا على حسب التحليل تاعي منا حتى نهايه السنه السوق برا السوق يقعد يعني توجور بلون بي السوق يقعد القديم برا المارشي رو بلون بي اللي يحب يبيع ما يبيعش اللي يحب يشري ما يقدرش المارشي السوق راه مهول يعني الاسعار برا مازال ما تهبطش ماشي بهذه الكميه ولا بهاد لي زانونس اللي رايحين ياثروا على السوق كي يبدا التدفق يولي حقيقي التدفق سيارات والعرض يبدا يكبر بروغريسيفمون كاين لي في بسيكولوجيك اللي راح ياثر على السوق انا على حسب ظني العام الجاي ان شاء الله كي تقتل العلامات تقتل المنافسه اس مومون يولي المتعاملين يلو ياكلوا من الربح تاعهم من الهامش الربح تاعهم نعم من تما اللي رايحين يخفضوا السعر ويولوا يخدموا في لا كونتيتي ولاو يربحوا في الفوليوم كي تنقص الفائده تاعك وتكبر المبيعات تما تخرج عليهم وتخرج على المواطن بطبيعه الحال اما اليوم مازال باش ناثروا على السوق برا مازال شويه على حسب ظني مازال شويه مازال التدفق لازم يكبر ويكون كبير دونك كي بدات 260 مليون انا على حسابي كي يولي الانتاج يبدا هنا او مينيموم 25% 30% ينقص السعر تاع السياره. هل هذه الاسعار دخل فيها ممكن النظام الضريبي الجديد المفروض على السيارات؟ كاين لي دروا دوان كي سون 30% كاين 4% على التاكس ولا سوليداريتي لانه تم تخفيض ممكن يعني لا في هذه ما كاش تخفيض لا هذا استيراد علاش في الخفض استيراد ما فيش تخفيض لا موان دو 3 زون هادو اللي كنا نستناوهم كاش ما ياثروا شويه على السوق هذوك اللي فيهم امتيازات جمركيه اللي لحقوا حتى 80% داكور لي دروا دوان باسكو عندك لي دروا دوان 30% وعندك 19% تي في وعندك 4% اون تاكس كون ابيل اون تاكس دو كونتريبيسيون على سوليداريتي تاع الضمان وكاين لا تاكس سو لو فيكول نوف اكزاكت لا تاكس سو لو فيكول نوف كي ايتي مانتونو هي على بارتي ان اونسيان سيستيم ولا تاكس تاع السياره الجديده يعني قعدت وي حنا سكيم مالورو لازم تاني تكونوا واقعيين نعرفوا بلي كود الزاد في العالم ما الي با نورمال كون اكزيج باسكو فيات هادي منين جات فيات هادي مخدومه لهي في الطليان ما خدمناهاش حنا هنا مازال اون بو با اكزيجي لو بري هما خدموا السياره وحنا حبينا نخدموا السعر نو هما يديروا انتاج سياره وحنا حبينا نديروا انتاج تاع السعر صح با نورمال السوق هو اللي يحكم روحه والسوق هو اللي يسقم روحه بالعرض والطالب درك الطالب راه هنا العرض مازال ماهوش هنا نهار يجي العرض اصلا والله الاسعار تسقم روحها نعم واضح سيد كريم علام اذا السوق خاضع لمنطق العرض والطلب والاسعار عاديه لحد الان عادية. على ان ممكن تتغير مستقبلا وحسب ممكن العرض اللي راح يكون من قبل العرض وتنوع الماركات تنوع حتى تنوع ممكن الشركات اللي راح تدخل ايضا اي والله نعم واضح سيد كريم علام راح نواصل ممكن نقاش حول هذا الموضوع لكن بعد الفاصل مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا مرحبا مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى برنامج من الجزائر نواصل الحديث حول موضوع استيراد السيارات وأيضا الإعلان الرسمي لعلامة فيات الإيطالية بالجزائر حيث قامت بتسويق عدد من الموديلات وأيضا الكشف عن الأسعار
هذه الأنواع. ممكن مع السيد مراد ندخل ونتحدث على هذه الموديلات اللي دخلت بها سيارة أو يعني شركة فيات للجزائر. هناك 6 أنواع، وهذه الأنواع يعني أولا ممكن قراءة لهذه الأنواع. كان أعتقد فيات 500، فيات 500 إكس، وأيضا سيارة فيات تيبو ودوبلو وسكودو وأيضا دوكاتو. هذو يعني مجمل الأنواع اللي راح يتم تسويقها عبر ممكن المساحات العرض في مختلف ولايات الوطن. وي نلاحظوا باللي دخول فيات بست انواع موديلات، 3 فيكول بارتيكولي و 3 فيكول يوتيليتير، يسمح للعالم هذه باش تغزو السوق في 6 سيغمون دو مارشي. وانا نظن باللي على حسب التجربه تاعي المتواضعه، الاهم هو سوق الفيكول يوتيليتير. هل ترى انها تلائم ممكن المستهلك الجزائري؟ لانه ممكن المستهلك الجزائري متعود على ماركات العديده عن مستوى. لا، المستهلك الجزائري شوف المستهلك الجزائري عنده اون اورينتاسيون سو لي فيكول اوروبيان دون مانيير جينيرال. اوكي داكور، ولكن انا نذكرك باللي في 2004 بين 2004 و2008 المستهلك الجزائري جعل علامة آسيوية هي الأولى في السوق. وفاتت لي زوروبيان يعني بقصد كبير. يعني هذا الشيء هذا يدل باللي المستهلك الجزائري إلى لقى يعني أن برودوي اللي يليق به، ما يهموش منين جات العلامة، تهمو الجودة، يهمو السعر، تهمو لافيابيليتي، ويهمو تانيك دركا السيرفيس ابريفونت. هذه نقطة مهمة جدا، لأن فيها وعليها يعني فيها كلام كبير لو سيرفيس ابريفونت هذا. والمجمع هذا ستيلونتيس تعهد باللي لا كاليتي دو سيرفيس سورا اونورم انترناسيونال، يعني تكون متوازيه بواش موالف يقدم في دول اخرى. هذا نتمناه، لان المستهلك الجزائري تعب كثير في مجال سيرفيس ابريفونت. واليوم ما ننساوش باللي نعاود نرجع للسعر، ما ننساوش باللي الضمان تاع 5 سنين يساهم في ارتفاع السعر. لا كاين عوامل اللي دارهم دفتر شروط كيما الضمان، كيما الشبكه التوزيع تاع 28 نقطه بيع في العام الاول واجب ديرهم هاد وال 15 سياره تاع دي فيكول دو كورتوازي. هادو استثمارات يقدروا ياثروا على سعر خاصه الضمان تاع 5 سنين. والمواطن بالك ما عن باله بلي لا غارونتي هذه راهي باطل، مانيش عارف انايا يعني سمعت هذه الهضره هذه لا غارونتي باطل، اورك لا غارونتي داخله في السعر نتاع السياره. لما تستورد السياره تخلصها اليوم لا غارونتي، نهار اللي تستوردها ولا غارونتي هذه تاع لا كاتريام اي لا سانكيام اني سي جامي يا بروبليم تكنيك في الفيكول، يعني المستهلك ما يبروفيتيش من لا غارونتي اللي خلصها عنده شحال جوسكا لا كاتريام ولا لا سانكيام اني الى طاح الفيكول اون بان في هذاك الوقت. لا علينا يعني، وبصفه عامه سور اون اني بلان، لو كان مثلا نقولوا حنا اون 2024 نديروا اون بروجيكسيون اون 2024 على فان ديسمبر 2024، لو كان الجزائر تستورد مثلا 300 الف سياره كل علامات، نديروا حساب شحال تسقى منا غير لا غارونتي العمله الصعبه شحال تخرج. على جال الله اعلم اذا كان راني متذكر مليح 450 مليون اورو الا مانيش غلط. هذه غير على جال لا غارونتي تاع 5 سنين فقط للضمان. ولكن انا حبيت نقول حاجه واحده اخرى اللي يمكن تفرح، وهذه عندي معلومات عليها. كاين واحد المصنع كان هنا في الجزائر هذه الاسابيع الاخيره، مشى لبلادو وعلى بالي راح يدير في مفاجأة كبيرة في السوق الوطنية من عدة نواحي، من عدة من لوفر فيكول دون بار اي لي بريستاسيون ابري فونت اكسيتيرا توت لا بريزون شارج نتاع لو تريتمون تاع لو فيكول دوتر بار. يعني هذا على حساب على حساب المقولة اللي قالوها لي انا شفتهم كي كانوا هنا في الجزائر وتحدثت معاهم، يعني شيء فرح كبير زبون الجزائري. ونتمنى هذا الشيء هذا ما يبقاش مجرد قول، يعني يتجسد على ارض الواقع. وعلى كل حال العلامه قريب تدخل على كل حال ونفيريفيو هذا الشيء هذا.
نرجع لك لا جام نتاع فيات، سي اون جام واش نقول لك لاباس بها، فيها الرفاهيه بور لو فيكول بارتيكولي. لا فيات 500 هذه تاع 263 مليون و500 لازم نفهموا باللي سي ان فيكول بورتي طوندار، سي ان فيكول ديماج، سي ان فيكول اللي به تشهرت فيات في العالم في الخمسينات والستينات، باسكو هذا الموديل هذا اللي رانا نشوفوا فيه اليوم اكزيستي بزمان، كان اكزيستي من بعد حبسوه وعاودوا ولاو به اون 2007 عاودوا داروا لا فيات 500 هذه. سي ان اونسيان موديل تاع لي زاني 50 60 وهو يعني هو اللي ساهم هو اللي ساهم في عوده صناعه السيارات في ايطاليا الى الواجهه. سي ان فيكول كي ا بيرمي لو رينوفو دو لا مارك فيات. اذا ليستوار سو ريبيت اون 2007 كي عاودوا خرجوا هاد لا فيات 500 عرفت يعني ان سوكسي سور تو لي مارشي وين السياره هذه تباعت. سي ان فيكول ديماج، سي با ان فيكول فاميليال، سي ان فيكول ديستيني بور لي جون. يعني سيارة صغيرة. صغيرة سيارة صغيرة واقعيا، ولا ان كوبل يعني ماريي و افيك ان بيبي ولا معليش ما نقدروش نقولوا باللي سي اون جزائري فاميليا تاع عموما يعني خمس اشخاص نحبوا لا مال، عندنا تقاليد في صحيح. في استهلاك السيارات نحبوا لا مال ولا نحبوا ان كومباكت لاباس بها يعني اللي عندها وسعى. يعني اللي تسع الداخل ولكن بور ان كونستركتور اوتوموبيل كونت إل انفستي ان مارشي كوم سا كيما السوق الجزائريه اللي على بالي بلي ستيلونتيس ينظروا في السوق الجزائريه ك احد اهم اسواق نتاع الماركه هذه فيات، يعني عندهم مشروع باش يعودوا ان ريفيرونس سور لو مارشي الجيريان. ما يخفالكش بلي الماركه هذه لا كوني بار لو باسي ان باركور كاوتيك، يعني مشاكل بزاف صراو لها حتى المصنع يعني مع الممثلين نتاعو هنا، ممثلين لي زامبورتاتور اللي كانوا نتاع فيات ما قاموش بالواجب، والمصنع ما كانش ينظر باهميه للسوق الجزائري. اليوم الامور تغيرت وراهم يوجدوا تانيك اون جام جديده، اي اون 2024 اون فوار دي موديل مونتي اون الجيري اون بروميير مونديال بربي ان شاء الله على حسب يعني تكون حصريه ممكن للجزائر فقط. نعم لا تكون عالميه ولكن تسوق هنا في الجزائر، تسوق في الجزائر وتركب ممكن هنا في الجزائر. نعم تركب هنا في الجزائر. نعم واضح سيد مراد سعدي. سيد كريم علام، شفنا ممكن تعديل حكومي، الان وزير صناعه جديد على مستوى القطاع، وزير علي عون اللي كان هو وزير الصناعه الصيدلانيه، الان كان دمج الوزارتين وزاره الصناعه مع الانتاج الصيدلاني. اولا كيف ترى ممكن هذا التغيير على مستوى قطاع الصناعه وما يخدم ممكن هذا القطاع الاساس الذي كان ايضا ممكن ملف من الملفات الثقيله لدى وزاره الصناعه في وقت الوزير السابق؟ شخصيه علي عون يعني معروفه في المجال تاع الانتاج، انتاج الدواء، وعنده تاريخ يشهد عليه. نهار كان يسير في مجمع صيدان واليوم راهو وزير اندستري فارماسيوتيك، راهو يعمل سو لو تيران، يعني سي مينيست كيفي لو تيران. درك نقول لك زادوا له الصناعه، درك انا يعني رئيس الجمهوريه هو اللي دار الاختيار، ورئيس الجمهوريه في واحد المعرض كان قال له انا عندي فيك ثقه كبيره. كان خاطب علي عون قال له عندي فيك ثقه كبيره، هذا يفسر وعلاش زاد له الصناعه. درك انا تحليلي كصحفي وكمواطن نقول لك بالك سي اون سور شارج، لان الاندستري سي ان تري غرو مورسو اللي عندنا فيه مشاريع كبيره، ونا دو غرون بروجي في الاندستري. والاندستري فارماسيوتيك تاع الدواء عطينا لها طابع حساس استراتيجي، بما ان اليوم الفلسفه اللي متفق عليها من عند السلطات العليا البلاد يتكلموا على الامن الصحي. داكور دونك لاندستري فارماسيوتيك تدخل في لا سيكوريتي سانيتير تاع البلاد، لازم اون كونسونتراسيون بلان اي توتال تاع الوزاره في هذا المجال.
اون باراليل لاندستري حنا نحتاجوها باش ندخلوا باش نشرفوا القطاع هذا، ورانا طامعين هذا العام ان شاء الله 2023 سنه حاسمه عندها اهميه كبيره، طامعين ندخلوا ان شاء الله يعني الامور مرتبه باش ندخلوا البريكس. دونك لازم نسبه نمو تاع قطاع الصناعه لازم تكون جد محترمه. للاسف حنا اون ريدوي لو سونس دو لاندستري، يعني المفهوم تاع الصناعه اعتزلناه ولا كيش يقولوا بالفصحى اون لا ريدوي اونيكمون ا لاندستري اوتوموبيل. الوغ كو لاندستري اعتزلناه هي مفهوم واسع. اليوم معليش ان شاء الله النشاط الحيويه تاع علي عون اللي عرفناه بالنسبه لقطاع السيارات، لانه مثلا في اعلان ممكن نعم. اعلان شركه فيات كان حاضر السيد نعم. عون وكان تحدث ممكن على ممكن مصنع وهران لينتج سيارات فيات. اذا سمحت اسماعيل نعم. سامحني، فيات سي ان برودوي سي ان بروجي استراتيجيك اللي ادوسي علاقات استراتيجيه بين الجزائر وايطاليا وفيه لا سيمبوليك بوليتيك، فيه رمزيه سياسيه كذلك اللي هي التخلص عن واحد التبعيه لفرنسا. هذه نقولها انا كصحفي نجم نتكلم، واحد اخر بالك ما ينجمش يقولها، سي نورمال. هذه فيات باسكو ان مومون دوني الجزائري كان يعرف بزاف فيات ويحترم بزاف فيات. من بعد تصحرت ياو ان ترافيرسي دو ديزير دو لا مارك فيات اون الجيري، ياو ان شوك تاع فيات. اليوم فيات راهي تعبت للجزائر، وايطاليا والجزائر مترابطين افيك دي زاكور استراتيجيك دو بروميرون. دونك عندها هذه الرمزيه السياسيه اللي موراها واللي يعني تزيد تفوسي لا مارك باش تنجح في الجزائر. سي بور سا كو فيات كونت بارمي لي بريمير مارك اللي رايحه تستغل لي زافونتاج ايكونوميك اللي تمدهم الجزائر باش التصنيع يكون هنا. والبعد الاقتصادي من على 8 سنين من على 10 سنين بوركوا با لمالا هو يروحوا للتصدير ابارتير دو لالجيري. لا فواتور فيات من على 10 سنين اللي تكون مصنعه في الجزائر اللي ديستيني ا ليكسبورتاسيون. سادي لي زيطانيان راحين يصيبوا هنا لافونتاج كومباراتيف اللي يخليهم يقدروا يصدروا اون افريك فير دوتر بيي بار اكزومبل. دونك لو روتور تاع فيات للجزائر عنده اوسي قراءة سياسية، سي ان جوست روتور دي شوز، سي اون جوستيس كي ريتابلي. فهمتني؟ نعم. مانتونو ان شاء الله برك ان شاء الله برك يكون انزال حكومي ومسؤولين، نهار يبدا الانتاج، نهار تبدا يعني حقيقه فير لا فان لاني كي يخلص العام نبداو يعني لوزين تبدا دور تما، تبدا لا توش الجيريان يولي صح، لا توش الجيريان تخدم تما. ماذا بيا نشوف انزال حكومي ونشوف هذاك هو الحفل، ماشي كيما هذه المره. نعم هذه المره يعني الحفله كانت كبيره على امر شويه صغير. طبعا نتمنى تكون هذه انطلاقه فقط لما نعم هو قادم، ممكن نعم راح يكون نعم القادم اكثر. السيد كريم علام، سيد مراد سعدي، نعود ممكن لقضيه منح التراخيص او منح الاعتمادات. كانت هناك ثلاث اعتمادات نهائيه اعتقد منحت لحد الان، فيات وجاك وايضا اوبيل. نعم ثلاث اعتمادات، هل من جديد ممكن في قضيه منح الاعتمادات؟ الجديد نشوفوه بعد الايام والاسابيع القليله القريبه، لان صرح مسؤول نتاع الوزاره السيد زايد ان كاين 11 ملف راه ينتظر باش يعني ياخذ التوقيع على الـ 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 يعني الـ القبول باش ياخذوا الاعتماد النهائي ويبداو يشغلوا. وهذا رايح يمد دفع جديد، لان في المركبات ما كانش غير السيارات، كاين دوتر سيكتور داكتيفيتي كيما مثلا لي بوالور، كيما مثلا لي بوس، كيما لي دورو، كيما لي زونجان، لي زونجان دو تو تيب، لان فيه عده تخصصات فروع. وفيه ثاني سيارات، سيارات بكافة أنواعها، يعني فيكول بارتيكولي، ليجي، اكسيتيرا اكسيتيرا. وهذا الشيء هذا راح كما كنا نقولوا قبيل ونعاود نرجع للأسعار. بالنسبة للشركات الأخرى مراد، لأنه كاين كثير من الشركات معروفة عالميا في إنتاج السيارات وفي تصنيع السيارات، الآن ما موقعها الآن في الجزائر؟ لو نتحدث على مثلا كثير فولكس فاجن، اعتقد ايضا الشركات الفرنسيه ممكن رونو اللي كان عندها مصنع
هنا في الجزائر، شركة كيا، غيرها الشركات الآسيوية. شوف يعني نقول لك يعني تريكلير معك، شوف فولكسفاجن سجلوا نفسهم في لابلاتفورم نيميريك بور ان بروجي اندستريال، ولكن الى يومنا هذا ما عندنا حتى معلومه. وانا بالنسبه لي القراءه اللي نديرها هي المفاوضات راهي مستمره مع الوزاره. هو قال الوزير السابق حتى قال انه المفاوضات لازالت جاريه. هذه فولكسفاجن. تويوتا سجلوا نفسهم الاسبوع هذا الماضي وكنت صرحت بها انا. اذا دي سي نقولوا شهرين ولا ثلاث شهور تويوتا تقدر تدخل بموديلات نتاعها وتبدا النشاط نتاعها، ولكن بون ما نظنش باللي شهرين ولا ثلاث شهور، ان بو بلوس كومون. مي اون توكا لو بلوس امبورطون سي دو سافوار باللي يعني هناك رغبه من هذا الشيء. لوفر سور لو فيكول نوف رايحه تكون ان شاء الله دي سي لا فان دلاني تكون تبدا تتشبع لي مارك يكونوا هنا. سالتني على كيا وهونداي ولحد الان ما عندهمش ممثلين. ما عندهمش ممثلين. هي عندها يعني عندها المصنع هنا. يعني نعم عندها مصنع طرق. خلينا من الحكايه تاع الكريض. واش من مصنع يا رجل؟ خلينا ملك الدوله هذاك. لا انت اللي تم تاميمه يعني هذاك. ايه ما عليه هذاك هو ملك الدوله. الدوله هي تعرف واش دير به. انا نقول لك في الاستيراد ما عندهاش ممثل، ما عندهاش روبري لا مارك كيا ولا مارك هونداي ليومنا هذا. ما كان حتى واحد سجل نفسه كممثل لهذه العلامه. ما كانش يا بيرسون كي نا ان كونطرا دو ريبريزونطاسيون افيك سي كونستركتور. سي باراي بور شيفرولي، سي باراي بور ميتسوبيشي، سي باراي بور بليزيور لابيل اللي ما عندهمش اليوم الملف محطوط ولا تسجيل في في المنصه الرقميه. ولهذا ولكن احنا ما نبقاوش غير في اليوم، يعني اليوم سي با فيني. يمكن تطورات عندها اسابيع. قلت لك تويوتا ماشي مسجله نفسها وما على بالناش علاش. تويوتا سجلت نفسها وعلى بالي الان الملف نتاع تويوتا راح يمشي بسرعه. اذا يمكن فولكسفاجن تانيك راح يمشي بسرعه. ما نقدرش نتكهن هكذا نهضر دون الفيد. لازم نفيريفي ولا الامور قبل ما نقولوا الاشياء نديروا تصريحات هكذا. انا واش نقدر نقول لك باللي علامات في جميع لي سيغمون مارشي نتاع السوق الجزائريه تكون فيها عده علامات وتخلق المنافسة، وهذا يروح لصالح المستهلك. واضح سيد مراد السعدي. ممكن نروح الموضوع الثاني معك سيد كريم علام. كان هناك انعقاد إلا سمحت لي برك قبل ما نخرج. نعم إلا سمحت لي كلمة واحدة برك في لابريزونطاسيون اللي عملها سي بوطهرة المدير نتاع لازون ماغريب نتاع المجمع ستيلونتيس. في اخر التدخل نتاعو قال كلمه اللي انا تولهت لها، لان كنت ننتظر يعني كنت عارف باللي راح يوقع شويه ارتباك. واش قال؟ قال نتمنى ويطلب من المستهلك الجزائري يصبر شويه. هذا دليل بان باش يغزو السوق بفيات بكميات هائله يتطلب وقت. اون نو فابريك با ان فيكول سور ان كلاكمون دو دوا. هذا واش قلت في في البدايه. دونك لي فيكول اللي قلت لك لي 10000 ان شاء الله يلحقوا في جوان يكمونديهم اليوم. رانا في المواد مارس. اي ان بلون تشارج كي تيتابلي. سي كوم سا كسا فونكسيون. ماشي باسكو حبيت نامبورتي 10000 ولا 20000 فواتور نقول للمصنع اعطيني 20000 فواتور يقول لي هاك. ماهمش واجدين. ما كانش يسناو في السوق الجزائريه. فهمتني؟ يعني حتى يتم تصنيعها. ايه لازم يتم تصنيعها. جروب ستيلونتيس هذا جروب كبير، عنده مصانع ان بو بارتو اون اوروب ايور. عنده امكانيه باش يتجاوب مع السوق الجزائري، ولكن لازم له شويه وقت. ابارتير دو جوان وافوار دي فوليوم امبورطون اريفي سور لو مارشي. وعلنوا هما باللي هذا العام في 2023 لوبجيكتيف نتاعهم يبيعوا جوسكو 31 ديسمبر 50000 سياره. واضح سيد مراد سعدي. قبل ممكن نعاود نرجع على مصنع فيات هنا في الجزائر. هل ترى انه انتاج وتصنيع فيات هنا في الجزائر ممكن راح يخفض الاسعار؟ معلوم، لان كما قال السي كريم ضرائب ما كانش اليد العامله اليد العامله الانرجي كي نتمون موان شير لو طو دانتيغراسيون او فور ا مزور يرتفع. ما يخفالكش لا دوزيام اني 10% لا تروازيام اني
20% et la 5e année je crois c'est 30%. هذا لو طو دانتيغراسيون تاع المناوله راح يسمح ثانيك باش السعر ينخفض ان شاء الله. ان شاء الله انا نتمنى المشروع هذا يمشي على حساب لي نورم اللي نعرفوا المجمع ستيلونتيس يخدم بهم، ماشي لي نورم اللي عرفناهم اللي فاتوا في صحاب طرابندو. نعم اسمحوا لي على العباره هذه. شكرا لك سيد مراد سعدي. اذا سيد كريم علام، بما يخص مجلس الوزراء الذي انعقد امس، نعم. كان هناك العديد من النقاط، لكن حبيت نركز على نقطه في اداء عمل حكومه. قدم رئيس الجمهوريه تعليمات موجهه نحو الحكومه. أولا ممكن طالب بتقليص اجتماعات الحكومة قدر الإمكان، قام بتوجيه جهود الحكومة أو أمر بتوجيه جهود الحكومة إلى العمل الميداني أكثر، ثم التركيز على تنفيذ المشاريع التي تهم المواطن. تحدث على وضع رزنامة للزيارة الميدانية للولايات من قبل أعضاء الحكومة. أيضا حذر من إطلاق وعود وزارية، يعني قولوا وعود وزارية غير مؤسسة للمواطنين، وتقديم أجال غير معقولة. ثم أمر بالامتناع نهائيا عن الاستعمال مبالغ فيها لعبارات سياسية نمطية تمجد الشخصيات وعبر وسائل الإعلام، وتوحي أيضا على أنه كل نشاط حكومي بتوجيه من رئيس الجمهورية. مجلس هذا مجلس تعليمات قوية لأول مرة، يعني نشوف التعليمات. الكونسيل دي مينيستر هذا ملفت للانتباه. قد قلت الكونسيل دو ديسيبلين ربي يسمح لي، لان هنا رئيس الجمهوريه كي نلخصوا الشيء اللي قالوا، قال الوزاره نوضوا تخدموا، روحوا للميدان، هبطوا الميدان وتعاملوا مع المواطن، وروحوا شوفوا لي بريوكوباسيون ريال تاع المواطن، وخلينا من الاجتماعات. سي فري كو انا شخصيا كنت مندهش، يعني كل اربعاء اجتماع حكومه يأكد واش كان في المجلس الوزراء. اكزاكتومون رئيس الجمهوريه في هذا الكونسي دي مينيس قال لهم بان المواطن اليوم ما راهوش يحوس على قوانين جديده، وكونترير قال لهم كاين قوانين لازم نلغيوها. صحيح. اللي راهي ولات تعرقل، دونك قال لهم احبطوا الميدان. شوف نعاود نولي لك 2023 هي سنه تاع العمل تاع الميدان تاع تتلاقي لي بريوكيباسيون تاع المواطن. دركا ولا ديناها غير اجتماعات، هو قال لهم اجتماع الحكومه ما ديروش الا للضروره. للضروره. واليوم قالوا كاين قوانين ما نديروهاش، لازم تنحوا قوانين واللي راهي تعرقل. اوندومو قال لهم اخرجوا الميدان، باسكو كاين سورتو اللي عجبتني سي كو يلا دوموندي للوزير الداخليه انه يدير رزنامه ديال برنامج تاع الخريطه. لماذا؟ باش نشوفوا الولات واش راهم يديروا في كل ولايه. داكور دونك نشوفوا واش راه صاري في 58 ولايه. لازم الوزير هو اللي راح يشوف كل ولايه، اي سي اون ايفالواسيون دو تيران. باسكو اليوم لحقنا وين الولات ولاو يخدموا خدمه هوليوود، سامح لي العباره، الناس ولات تخدم بلا كاميرا، تخرج وتتكلم مع المواطن، باركونت ما تستقبلش المتعاملين. هادي او يضرا كريم علام يتحمل كلامه. كاين ولات ما يستقبلوش متعاملين اقتصاديين اللي رئيس الجمهوريه يشجع المشاريع تاعهم فيما يخص خاصه الاندستري دو ترانسفورماسيون، الصناعه التحويليه اللي ينادي بها الرئيس. كاين ولات ما يستقبلوش حتى من خلال هذا المجلس طلب بتسهيل وتسيير اجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين. وزاد قال لهم ما تزيدوش تهضروا باسمي، هذيك العقليه تاع تحت اشراف رئيس الجمهوريه او عملا بتوجيهات رئيس الجمهوريه. يبدا رئيس الجمهوريه عطاك توجيهات اون بون فوا بور توت، ما كان له تعاودها ودير لا كاميرا، اخدم برك والتحق بالمواطن وشوف الانشغالات تاعو ولا حبيت تخدم. On a pas besoin de dire. قال لك ما تقدسنيش وما تقدسش الاشخاص، وروح وما تديرش وعود كاذبه للمواطن. اليوم كاين بعض الوزراء اللي المواطن يعرفوا متعامل معاهم. كاين باريزوم نعطي لك وزاره السكن. وزير السكن يلاكتيف سو لو تيران، او يخرج يروح للميدان، يروح لي ستاد نوتامون، يروح يدشن ويعمل في الميدان، يروح فيما يخص السكن يشوف بنفسه. كاين وزير داخليه كان يخرج، كاين بالك شي لا يكفي. كاين وزير الفلاحه اللي خدمته باينه حبينا ولا كرهنا، مهما الاسعار الناس تتكلم عليها، مي دار خدمته دون لو سونس دو لا ستابيليزاسيون دي برودوي استراتيجيك فيما يخص القمح اللي فيه مشروع كبير
اللي معولين نامنوا به البلاد. انا نتكلم هنا على الامن الغذائي، والامن الغذائي اللي بازي على لي سيريال القمح اولا. روسيا اوكرانيا هما الدولتين اللي عندهم لوطو سوفيزونس الاكتفاء الذاتي من القمح كي تان برودوي دو غير. حنا رانا ماشيين في هذه الخطوات، وانا نفرح، انا فرحت بالتغيير الحكومي اللي فات، فرحت ماشي من التغيير اللي وقع، فرحت من التغيير اللي ما وقعش. باريزومبل وزير الفلاحه، وزير الطاقه، وزير السكن، كاين دي مينيست اللي كان لازم، وزير الداخليه كاين دي مينيست اللي كان لازم يقعدوا باش يكملوا اون في دو روت باش ما نديستابيليزيوش لا في دو روت. اليوم هذا لو كونسي دي مينيست اون دو مو قالوا نخرجوا للتيرا، تعاملوا مع المواطن. انا مدهوش رئيس الجمهوريه يخاطب الشعب اكثر من الوزاره، اكثر من الوزير الاول. الوزير الاول انا ما شفتوش لا كصحافه لا كصحفي. الوزاره ما داروش دي كونفيرونس دو بريس. اليوم لازم نلاقيو المواطن ونلاقيو الصحفيين باش نبلغوا رساله وباش نتلقاو انشغالات المواطنين ونقدروا نعملوا اون دومو. هذه الحكايه قال لك ما تقوليش طبقا لتعليمات رئيس الجمهوريه. هذه ما توكلش، هذه ما توكلش، هذه ما توكلش، وهذه ما تفيدش، وما تخليش المواطن ييأس ويكره عمل الحكومه بهذه المصطلحات اللي ماشي في محلها. نعم، واضحه الفكره السيد كريم علام، شكرا لحضورك معنا وطبعا تحليلاتك المتميزه حول المواضيع التي خاصه تهم الشان الاقتصادي. سيد مراد سعدي ايضا تشرفنا بك وشكرا على تلبيه الدعوه، وان شاء الله تكون مواعيد اخرى ايضا للحديث اكثر حول موضوع السيارات اللي لا زال امامه الكثير ممكن. لا، هذه البدايه في انتظار جديد قدام ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى الخير، لان المواطنين الجزائريين تعبوا كثير من الازمه نتاع السيارات. صحيح. كما المؤسسات الاقتصادية وكامل يعني الجزائر تأثرت كثير بهذه الأزمة هذه. صحيح. اليوم انطلاقة جديدة ونبشر بخير إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك سيد مراد سعدي. إذن مشاهدينا وصلنا لنهاية برنامج اليوم من الجزائر، نلقاكم إن شاء الله في أعداد لاحقة. إلى اللقاء.